حي سيدي عابد أحد أكبر الأحياء الشعبية بمدينة الحسيمة، الذي يشهد يوميا وقفات احتجاجية ليلية منذ دخول شهر رمضان. كان المحطة الأولى في زيارة أعضاء المبادرة من أجل الريف المشكلة من هيئات حقوقية ومدنية، مبادرة تروم تقصي حقيقة الوضع بالإقليم الذي يشهد حالة من الاحتقان منذ ما يزيد عن 7 أشهر. ولقينا بأن الأمر يتعلق بمطالب اجتماعية قابلة للتحقيق، ووجدنا حقيقة بأنه كان هناك شعور كنا نشرنا له في تقرير هيئة إنصاف المصالحة في 2005 و2006، بأنه كان هناك شعور حقيقة اللي خاص التعامل معه بشكل يعيد الاعتبار للمنطقة. هذا تنبيه ديمقراطي من أجل أن لا نفلت الموعد مع الدرس الديمقراطي الكبير اللي هو استمرار أوراش المصالحة في بلادنا. كنعتقد أن ما يحدث الآن يجب أن يعالج بالحوار ثم الحوار ثم الحوار. فضيلة الحوار لمسناها عند جميع المتدخلين في هذه الأزمة. الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام تم خلالها الاستماع إلى الفاعلين في الحركة الاحتجاجية وعائلات المعتقلين والمنتخبين والسلطات العمومية والمجتمع المدني، إذ تم استقاء مجموعة من المعطيات الميدانية في أفق تقديم مساهمة لحل حالة الوضع وتسجيل الهوة بين المحتجين والجهات المسؤولة. طلبوا مني مجموعة من التوضيحات تتعلق بالحركة الاحتجاجية التي تعرفها الحسيمة. طبعا وضعتهم في الصورة، فالإخوان كلهم أطر مسؤولين لهم رصيد نضالي وتاريخي وحقوقي معروف. فإحنا نجمع أكبر عدد من المعطيات من جهة ودراستها والتقصي في عين المكان من أجل بلورة رؤية لإيجاد حل، لأن مهما كانت الصراعات في جميع الشؤون حتى الحروب لازم في النهاية لا يكون في حوار لأجل حل الإشكال. سمعنا المنتخبين، سمعنا بعض السلطات، وغادي نكملوا هذا المشوار في هذه يومين ولا 3 اللي بقية على أساس أننا نجمعوا كل المعطيات اللي كتعلق بالحراك، خلفياته، أسبابه ومآلاته، المواقع الاجتماعية ولا الإعلام خاصة المكتوب كان فيه كثير من المغالطات وكثير من الأشياء اللي يمكن غادي نبينوها في التقرير نتاعنا إن شاء الله. تقرير المبادرة المدنية من أجل الريف حول هذه الزيارة ينتظر أن يقدم معطيات تفصيلية حول ما جرى بالحسيمة، فضلا عن مقترحات لإيجاد مخرج على طريق الحوار وزرع جرعة تفاؤل لتجاوز الاحتقان بالمنطقة.